Yumchallah, on sort pour les tartes. Des tartes amandines, tartes aux fruits, tartes citron. Inch'Allah, nous prenons le maqadir. Donc, rebonjour. Qu'est-ce que nous allons faire? Des tartelettes, ou là, des tartes au sablé breton. Donc, nous jetons de la pâte de sablé breton. Donc, nous allons 200 grammes de zibda. 150 غرام ديال السكر سنيده. غادي تخدموا مزيان، غنزيدوا عليهم 4 د الصفار تاع البيض، وعاد غادي نزيدوا عليهم 4 ديال الطحين. دونك غنخدموهم مزيان. نخدموا لاباط بصبعنا مزيان. وغنديرو قبيصة الملح منساوهاش، ديرو قبيصة الملح حتى تشرب لنا ديك الزبدة، تشرب لنا السكر سنيدة ديالنا كله. وعادنا هنا دابا نزيدو الصفار تاع البيض، 4 ديال الصفار تاع البيض. ما تنساو شوية لافانيا وليحة هنا مع الدقيق. فوالا لاباط ديالنا، السكر الزبدة والصفار تاع البيض، غنضيفو عليها الدقيق وغادي نجمعو بطراف الأصابع، ما دلكوهاش، غتجمعو غير بالأطراف تاع الأصابع. فوالا غنجمعو الدقيق مزيان، نخلطوه ونبداو نجمعو في لاباط. نبداو نجمعو، ما تزيدوش الدقيق، تقولوا خفيفه او لا، ما تزيدوش الدقيق. بركه العبار هو هذا ديال لاباط بغوتون. نقلبها هنا، فوالا صافي. غادي نجمعوها هكذا وغنديروها في الفيلم اليمونتير. اسمحوا لي نحيد هادشي من يديا، وغادي نلويوها في الفيلم اليمونتير، وغنخليوها المينيموم نص ساعه تبرد لنا في الثلاجه. هانتوما شفتوها، لان كولونت خاصها ضروري تاخد راحتها في الثلاجه. دونك سمحوا لي نغسل يدي. دونك لاباط ديالنا ها هي، من بعد ما جمعتها دونك انا غنلويها في لو فيلم اليمونتير. ها هي دونك، وغادي نسرحوها هكذا. ديما لاباط صابلي ملي تبغيو ديروها في الثلاجه ترتاح، ديروها هكذا مسرح، ما ديروهاش اون بول، ديروها هكذا مسرح. دونك ومن بعد من ما ترتاح غادي ندوزو الكونفيكسيونمون ديال لي طار ديالنا ونديروهم يطيبو، وعاد وندوزو لا كريم اون ميم طون. دونك نتلاقاو ان شاء الله من بعد ملي ترتاح لنا العجينه.
دونك هنايا غنبداو بور لي طاغ ديالنا، غنديرو لا كريم بعدا باتيسيير هي الاولى. دونك عندي هنايا سيترو الحليب، عندي ثلاثه البيضات، عندي 100، عندي 70 غرام ديال بودر باتيسيير، ديال بودر باتيسيير، وعندي 150 غرام ديال السنيده، عندي 150 غرام ديال السنيده. دونك غنطرب البيض، ثلاثه البيضات مع 150 غرام ديال السنيده، غادي نطربهم مع لا بودر باتيسيير. وقبيصه تاع الملح بيان سور، انا درتها فوق البيض. دونك الحليب ديالي ها هويا، غنخوي منه غير شي شويه. انا هذه الطريقه ديالي، كاين اللي تيخويه كله وعاد تيرجع كلشي فوق البوطه، انا تنخوي غير شويه وتنزل فوق الحليب اللي بقى ليا في الكاسرونه. ونحرك سيعقد ليا الخليط وغادي نخليه يبرد، عاد غنوجدو لا كريم سيترون ونوجدو نشوفو اش من كريم اخرى غندير. انا وجدت دابا لا كريم باتيسير باش نوجدو لا كريم موسلين، غنزيد عليها الزبده. دونك هنا غنحيد انايا الفوي وغندير لا سباتول. غنحيدو من فوق البوطة من يعقد، وعاد غادي نضيف ليه لافاني. هاهي صافي، غنحيد دابا لا كريم ديالي. فوالا دونك غنديرها في لو بول وغادي نخليها تبرد باش نقدر نضيف عليها الزبده اولا لا كريم او بور لي قدرت عليه. يا اما غندير اون كريم او بور وعاد نضيفهم نخلطهم بجوج، يا اما غادي ندير الزبده ديريكتومون. نتلاقاو ان شاء الله من بعد من يبرد لنا لا كريم ديالنا. دونك من بعد ما ارتاحت لينا لا بات ديالنا، دونك غادي نصوبوها، غادي نطاليوها. دونك من بعد ما ارتاحت لينا دونك اون فا ليطالي. عندنا الفران ديالنا مسخن، على تنسخنو فيه دابا على 180 درجة. فوالا
غنبدا نسرح. الصفه ديالي غنجيب المقلك الاخر. دونك من بعد ما ايطالينا لاباط ديالنا هكايا، دونك غناخدو قطاعه تكون كبر من لي مول اللي غنخدمو بهم. فوالا ها لي مول اللي غنخدم بهم انا في هاد القياس. دونك غناخدو القطاعه غنقطعو لاباط لاباط بروتون. انتم اسمحوا لي دونك دابا غادي نشوفوا ندوزوا للكونفيكسيونمون ديال لي طارتليت ديالنا. دونك ضروري ما تفرشوا ليهم الدقيق وغتهزوا لاباط وغادي تخشيوها هنا وغتلبسوها لو مول ديالكم. غادي تلبسوها لو مول ولي هادي رققتها بزاف. وكندهز وحده اخرى تكون شرقيقه باش نقدر نخدمها انايا بيدي. دونك فوالا لاباط ديالي ها هي. دونك غنلبسها لو مول فوالا. دونك غنقص هاد لاباط الاخرى اللي بقات. وغادي نبدا نقاد فيها بهاد الطريقه هادي. وتقدوا القاع وتقدوا كل شيء. دونك هكذا بهذه الطريقه هذه. دونك نحيد ليكسيدون ديال لاباط ديالي ونقاد الحروف. قاد الحروف ديال الجناب وهانتوما تتكون مفينية على القاع، تتكون لاصقة ما تتكونش مهزوزة. دونك نحطها في الطاولة. دونك نعاود العملية. لي مول ديالي كلهم نلبسهم بهاد لاباط. وكاينين اللي غادي يطيبوا خاوين حتى تيطيبوا عاد غنديروا ليهم لاباط و لا فارس. وكاينين اللي غادي يدار ليهم لا فارس من البديه بحال لي طارت اموندين. هذوك لا فارس تخشى مع لاباط خضراء. فوالا حاولوا لاباط لي تكون لي طلعوا مع الجناب ما تكونش لا ما تكونش غليظه ما تكونش رقيقه. فوالا دونك حتى نكمل لا كونتيتي ديال لاباط كلها انا غندير دابا واحد اوفال. غندير واحد اوفال وغنقاد لاباط ديالي مع يديا وغادي نبدا نلبس في لو مول. نلبس لو مول ديالي
هاي ليكسيدون ديالي ديال لاباط ونكمل. وديما فرشوا الدقيق لان لاباط بروتون تتكون شويه تتلصق. دونك غندير وحده من هادو حتى هما. فوالا دونك غنلبس لو مول ديالي. فوالا دونك نتلاقاو من بعد ملي نكمل لاباط ديالي. دونك هنايا من بعد ما عمرنا لي طارتيلي ديالنا كلهم ها همايا دونك غادي نبداو نشدو لي كريم ديالنا. دونك عندنا هاد لا كريم بعدا لي غادا طيب مع عندنا هاد لا كريم هادي لي غادا طيب مع لاباط لي غادا طيب لينا مع لاباط. دونك عندنا هنايا 100 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، 100 غرام ديال السكر كلاصي، 100 غرام ديال البودر داموند. دونك 100 غرام بودره اللوز، 100 غرام زبده، 100 غرام سكر ثقيل وقيله سكر كلاصي. دونك غادي نطربوهم مجموعين غادي نضيف باردون غادي نضيف عليهم بيضه باش يتخلطوا لي. عندي هنايا عندي جوج بيضات، عندي جوج بيضات صغار غادي نضيفهم عليهم باش ما يبقاش يطير لي اللوز. دونك هاد لاكخيم دونك غنعمرهم، غندير هادو اللي فيهم هاد لاكخيم غنعمرهم بيها. نعمرهم حتى للحد فوالا.
دونك نعمر هاد لي طارتوليت هادو بلا كريم داموند. فوالا وغادي نرش فوقهم لي زاموند ديفيلي وغادي نخشيوهم يطيبو مجموعين. الو هاد لا كريم اللي بقات لينا باقي حكي لي جوج، الا شاتت لكم شويه لا كريم ديروا معلقه صغيره في كل فون دو تارت. لي فون دو تارت الاخرين اللي عندكم ديروا فيهم معلقه صغيره، اولا نوع واحد ديروا فيه معلقه صغيره باش تحطوا فوق لا كريم اللي غادي. بحال دركا انا هادو اوفال غادي نحط في كل وحيده، راه هي غادي دير هكذا معلقه صغيره تتجي بحال الفراش، بحال الفراش تحت لا كريم اللي غادي نديرو فيها، يا اما كريم موسلين يا اما وتتهز لكم حتى لا كريم. لا كريم اللي غادي تعمروا بها تتهز، ما تحتاجوش ديروا كوش كبيره ديال لا كريم، هذه تتعلي شويه لا طارت. فوالا فوالا دونك هذه راه تدي هي بوحدها تدي في وسط الفران. دونك غناخد لي زامون دي فيلي وغنديرهم فوق هادو لي طارت اموندي. فوالا وندير كونتيتي مزيانه ديال لي زامون دي فيلي. وهاد الاخرين هادو انا غندير فيهم ديك الجلبانه يابسه ولا اللوبيا يابسه وغادي نخشيهم يطيبو، غنثقبهم بعدا بالفرشات وعاد غندير فيهم الجلبانه يابسه. هادو اللي بقاو خاوين، اما الاخرين اللي درت فيهم شويه لا كريم اموندين ما كاينلاش، مي هادو اللي بقاو خاوين فوالا. دونك هادو اللي بقاو ليا خاوي غنفرش هكذا شويه تاع البابي الومنيوم، نشدو على الجناب فوالا هكذا، وغادي ندير ليهم وغادي نعمرهم بجد. انا عندي هنايا اللوبيا دونك غنخشيهم هكا يطيبو كلهم، دونك غنعمرهم كلهم باللوبيا اولا الحمص اولا اللي عندكم هانتوما. شوف انا دايره هنايا مخليه سبيسيالمون لا طارت، لي طارت ملي تتحرق لي شي واحد صافي تلوحو ندير حاجه اخرى. تنخشيه بلي بابي الومنيوم ديالهم كلشي.
دونك غندوزو دابا غنخشيو في الفران وغادي ندوزو نوجدو لا كريم او سيترون. وهاد هادو الاخرين هادو اللي درت فيهم ديجا لا كريم اموند صغيوري الاوفال، هادوك راني الا وجدت انا وياكم لا كريم باتيسير، دونك هذيك لا كريم باتيسير غنزيد فيها الزبده، نزيد فيها الزبده. دونك نتلاقاو ان شاء الله من بعد ملي نكمل ملي يطيبوا ليا نخرجهم ونكملوا من بعد. دونك هنايا عندي بالنسبه لاكريم باتيسير اللي كنا وجدنا، انا خديت منها 300 غرام، غنزيد على 150 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. دونك لا كريم موسلين ديالنا ها هي هانتوما، دونك غنخليوها دو كوتي حتى يطيبوا لنا لي فون دو طارت، وغندوزو نطيبوا لا كريم او سيترون. دونك غنديروا 3 طارت، لا طارت اموندين، طارت كريم او سيترون، و طارت كريم موسلين او فروي. دونك نتلاقاو دابا في لا كريم او سيترون. بالنسبه لكريم او سيترون عندنا 100 غرام ديال العصير الحامض، غنزيدوا عليها 100 غرام ديال السكر سنيده، غنديروا غير 50 غرام و 50 غرام غنطربوه مع البيض، وعندنا باردون 75 غرام ديال الزبده، 75 غرام ديال الزبده. مسا 70 غرام غنديروا هذا الشيء فوق العافيه، غادي يدوب لينا تدوب لينا الزبده ويسخن لينا العصير الحامض، وغنكونوا طربنا بالفوي، غنكونوا طربنا هذا البيض جوج بيضات، غنكونوا طربناهم مع 50 غرام اللي بقات لينا ديال السكر سنيده، وعاد غنخويهم على بعضياتهم ونرجعوهم لفوق العافيه حتى تعقد لينا، نبقاو نحركوا يدينا عليها حتى تعقد لينا تيعقد لينا هذا سميتو لا كريم او سيترون. دونك هنايا عندي 50 غرام اخرى ديال السكر انا غنعبرها مع جوج بيضات، فوالا مع جوج بيضات، فوالا. دونك حنا نمشيو حتى البوطه، نمشيو حتى البوطه ونطيبو هاد الشيء هذا. دونك هنايا انا غنشرب السكر ديالي مع البيض، وغادي نتسنى على الحامض ديالي حتى يسخن لي مع الزبده ومع هذيك 50 غرام ديال السكر. دونك هنا درت 100 غرام ديال العصير الحامض، 100 غرام ديال الزبده، 75 غرام ديال الزبده، و 50 غرام ديال السكر سنيده، وهنا 50 غرام مع جوج بيضات.
هنا الحامض ديالنا من بعد ما سخن هو الزبده والسكر، دونك غنضيفو على هذا البيض ديالنا وغنحركو مزيان وغادي نرشقو كلشي فوق العافيه. غادي نخلطو الخليط ديالنا مزيان وغادي نرشقوه فوق العافيه مع التحراك حتى يعقد لينا الخليط. راني فت درتها معكم في لي مورانغ بلا كريم او سيترون، راه محطوطه عندكم في اليوتيوب. دونك هذيك راه درت اون اوتر كريم او سيترون عاوتاني مقادير وحدين اخرين، راكم عارفين بان لا باتيسري ماشي مثلا ما تنطبقوش روسيت وحده. هنا منين نحيدوها من فوق العافيه اللي بغات تزيد الكريم لو زيست دو سيترون تزيدو، تزيدها غير لذة. اللي بغات تزيد لافاني تزيدو، ما تيبانش ما تيجيش مع ديك الحموضه ديال لو سيترون، ما تيجيش باين. هانتوما شفتوا لا كريم ديالنا هي بدات تتعقد. هلا دونك صافي، غادي نحيدها ونخليها تبرد ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ملي يطيبوا لنا لي فون. دونك هنايا قطعنا لي فروي ديالنا، وهنايا غنوجدوا اون بيتيت مورينغ، واحد بيض تاع البيض واحد مع غنديروا واحد بيض تاع البيض مع 50 غرام ديال السكر سنيده اولا 50 غرام ديال السكر بلاص. ندير السكر بلاص احسن. دونك نبدا نطرف في البيض تاع البيض، نطلع لا ميرانغ ديالي مزيان ونتلاقاو ان شاء الله من هادو اللي بقاو لنا خاوين. درت فيهم معلقه تاع الكونفيتور وغندير فوقهم لا كريم موسلين وغادي نزوقهم بلي فروي. هادو اللي درت فتحتهم لاباط داموند لاباط اموندين حتى هما غندير لهم لاكريم. يخرجوا من الفران راهم هنايا، دونك نكملوا لاكريم موسلين ديالنا. فوالا وعندنا هنايا لي فروي غادي نديرهم هكذا. غادي نديرو لي فروي ديالنا
دونك لي فروي ديالنا من بعد ما كملنا هذه ديال لا تارتو سيترون، زدنا ليها لا مورينغ، درنا بياض بيضه وحده مع 50 غرام ديال السكر كلاصي و 25 غرام ديال السنيده. دونك طربناهم حتى ولاو لنا اون مورينغ ودرناهم هنايا. دونك هادو لي تارت اموندي، ها هما وحدين درت ليهم السكر كلاصي من الفوق لي تارت اموندين، وحدين درت لهم السكر كلاصي وحدين غندهنهم بالناباج. فوالا ها هما هادو لي غادي ندهن بالناباج. وهادو درت لهم لي فخوي، وحدين بلا كريم موسلين والاخرين بكريم اموند كريم موسلين من الفوق. دوك لي درنا ليهم لا كريم اموند طابت معاهم، زدنا عليهم هما هادو، زدنا عليهم لا كريم موسلين ودرنا ليهم لي فخوي. وهادو ديريكتومون درنا لا كريم موسلين، وهاد سميتو هادو درنا ليهم لا ميرانغ من الفوق وغنضربهم بالشاليمو وغادي نشتت فوقهم لو زيست سيترون. نتلاقاو ان شاء الله بور لا بريزونطاسيون فينال.